صباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهارده من هيئه الارصاد الجويه، ومعانا لقائنا مع دكتور ابراهيم عطا، وهو المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه، وده اول لقاء لينا معاه. صباح الخير يا دكتور، وحضرتك منور معانا الشاشه. صباح الخير، صباح النور. برنامجكم اسمه جميل، صباح النور، ما فيش احسن من النور والمحبه اللي نتمناها لجميع المصريين في كل انحاء الجمهوريه. اهلا وسهلا بيكم وبقناه سي تي في الحبيبه اللي على قلبي زي العسل. دكتور، وان شاء الله كده دايما تبقى معانا وتبقى دايما منور الشاشه عندنا. ليكم في اي وقت، يا مرحبا. دكتور، احنا طبعا الاسبوع اللي فات يعني شفنا حاله من مش بس عدم الاستقرار، يعني حاله من المفاجآت في الجو، كل يوم مفاجاه. يا ترى الجو الاسبوع ده عامل ايه؟ يعني يا ترى لسه هنكمل في الحاله دي ولا خلاص بقى الدنيا فعلا بدات تهدى وبدات تستقر؟ هو في الواقع احنا بنمر في فصل الخريف. فصل الخريف ده معروف عنه ان هو فصل الامطار الغزيره والسيول. الحاله اللي فاتت دي حاله طبيعيه، هي كانت شديده شويه، من المعتاد ان هي بتحصل كل عام في مثل هذا الوقت من العام. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت الموجه تماما، وهنبدا بدانا بالامس فعلا حتى نهايه هذا الاسبوع، بل بمقدمه الاسبوع القادم حاله من الاستقرار الجوي التام على كافه انحاء الجمهوريه. ما فيش اي مشاكل خالص، بيبقى ما فيش اي فرص لسقوط امطار. هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة على جمهورية مصر العربية هي الشبورة المائية الكثيفة اللي بتتدرج في شدتها من الشمال إلى الجنوب، بمعنى هتكون أكثف ما يكون وشديدة على السواحل الشمالية إذا كانت شرقية أو غربية، تتدرج في الشدة إلى الداخل نحو القاهرة والوجه البحري والدلتا. بالنسبة للرياح، الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء طوال فترات الأسبوع، مش غدا وبس، تنشط أحيانا على شمال الصعيد وجنوب سيناء. اما اذا حبينا نتكلم وندي نبذه عن حاله البحار عشان الناس اللي مشتغله بالاعمال البحريه، المتوقع اليوم وغدا ان شاء الله استقرار تام في حاله البحار، البحر الابيض والبحر الاحمر، حيث ان ارتفاع الموج في كلا البحرين يصل ما بين متر ونص الى مترين، وده مناسب جدا لكافه الاعمال البحريه واعمال الصيد، فيما عدا خليج السويس قد تنشط الرياح عليه احيانا مما يعوق الملاحه البحريه بعض الساعات خلال هذا اليوم. طب دكتور، لو هنتكلم برضو عن درجات الحرارة، يعني درجات الحرارة هتبقى أقل أعلى من الفترة اللي فاتت؟ إن شاء الله رب العالمين نشهد هذا الأسبوع زيادة طفيفة في درجات الحرارة تدريجية، ما فيش فيه طفرات، حتى على نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله تكون درجة الحرارة حول معدلها الطبيعي المناخي في فصل الخريف مثل هذا، في مثل هذه الأوقات من كل عام. لو حبينا نتكلم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض قطاعات الجمهورية غدا، القاهرة 27، القاهرة طبعا والدلتا، ده متوسط القاهرة والدلتا والباقي البحري 27، السواحل الشمالية الغربية 25، السواحل الشمالية الشرقية 26 درجة مئوية، جنوب سيناء وشمال الصعيد 29 درجة مئوية، جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية. أحب أنوه عن حاجة، إن درجة الحرارة الصغرى أثناء الليل، خلينا نقسم الليل إلى فترتين، أول الليل وآخر الليل. في اول الليل بيكون الجو معتدل على كافه انحاء الجمهوريه، انما اخر الليل بيكون فيه لسعه برد شويه، خاصه على مناطق شمال الصعيد اللي درجه الحراره الصغرى فيها تصل الى درجه 17 درجه مئويه، فنتوخى الحذر في مثل هذه الاوقات. لو في اي نصايح حضرتك يا دكتور تحب توجهها للناس؟ بالفعل اتقدم بنصايح للساده قائدي المركبات، خاصه في القياده اثناء الشبوره في ساعات النهار المبكره، توخي جميع انواع الحذر، حيث ان القياده في الشبوره بتكون صعبه شويه، لابد ان يترك مسافه بينيه كبيره بينه وبين السياره التي امامه، استخدام الاضاءه المخصصه لذلك، ونتمنى السلامه لكل الناس ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا دكتور جدا، حضرتك نور. صباح الخير عليك وعلى كل الامه المصريه، اهلا وسهلا. كنا مع حضراتكم النهارده من هيئه الارصاد الجويه، وكان معانا اول لقاء لدكتور ابراهيم عطا معانا في القناه ومعانا كمان في صباح النور، ودايما ان شاء الله نقابلكم زي كل اسبوع ان شاء الله. صباحكم زي الفل، ويا رب دايما يكون الجو حلو عليكم.